مساء الخير. تحويل شمال شرق سوريا إلى روسيا وإيران ونظام أسد هو التحذير الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة دلتا كريسنت أنرجي الأمريكية في إطار رده على التسريبات حول قرار الإدارة الأمريكية عدم تمديد استثناء الشركة من العقوبات الأمريكية كونها تستثمر نفط شمال شرق سوريا. فبايدن الرخو والمتراخي حسب محللين يرون بسياسته خطوات لن تصب في النهاية سوى بجعبة أسد ومحاولات تعويمه سياسيا من قبل حلفائه الثلاثة روسيا وإيران والصين، إذ تأتي على النقيض تماما لصلابة مواقف ترامب خصوصا فيما يتعلق بتحقيق الأرباح لأمريكا ومؤسساتها. إدارة بايدن أو النسخة المحدثة من إدارة أوباما تتجنب اعتماد السطوة الأمريكية والتلويح بقوة الجيش الأمريكي التي كان ينتهجها ترامب، وهو الذي ترك 100 قليلة من عناصره إلى جانب حراس آبار النفط ميليشيا قسد، لا لشيء، فقط لإيقاف أي حلم من قبل روسيا وإيران ونظام أسد باجتياز نهر الفرات إلى الضفة الشرقية الغنية بالنفط والغاز وحتى الأراضي الزراعية الخصبة. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب القرار الأمريكي تجاه هذه الشركة، وأيضاً ماذا يعني إيقاف الاستثناء لهذه الشركة التي أنشئت وعملت في عهد ترامب؟ أليس من المبالغ فيه قياس تغييرات بالسياسة الأمريكية تجاه سوريا بناءً على قرار اتخذته الإدارة الأمريكية بحق هذه الشركة؟ وهذا النفط الذي تستثمره الشركة الأمريكية في شمال شرق سوريا لمن تبيع غالبيته بالأساس ليس إلى نظام أسد وبالسعر الذي يريده هذا النظام؟ وهل تحقق ميليشيا قسد أي فائدة من استثمارات هذه الشركة؟ وأيضا ما هو التغيير الجوهري الذي سيطالها بما أن الزبائن ذاتهم؟ وكيف سيستثمر نظام أسد خروج الشركة الأمريكية من شمال شرق سوريا؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجدداً. تنتهي اليوم مهلة 30 يوماً التي أعطتها إدارة بايدن لشركة النفط الأمريكية العاملة في شمال شرق سوريا كونها مستثناة من العقوبات الأمريكية. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. تنتهي اليوم المدة التي أعطتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشركة دلتا كريسنت إنرجي الأمريكية لإنهاء أنشطتها في مجال التنقيب على النفط في شمال شرق سوريا، والتي كانت مستثناة من عقوبات قانون قيصر. القرار الأمريكي الذي كشفه مسؤولون لوكالة أسوشيتد بريس وموقع المونيتور ينهي الإعفاء لصالح الشركة الأمريكية الذي حصلت عليه شهر نيسان عام 2020 من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يعتمد في سياسته على الاحتفاظ بالنفط لصالح شركات بلاده، الأمر الذي عززه حينها بإبقاء قوات من الجيش الأمريكي يصل قوامها حالياً إلى 900 جندي بحسب ما كشف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود خلال طمأنته ميليشيا قسد الأسبوع الماضي. إذن هي القطيعة مع سياسات ترامب السابقة من قبل إدارة الرئيس بايدن التي ترى أنه من غير المناسب استخدام الجيش الأمريكي لإنتاج النفط السوري. عدم تجديد وجود الشركة حذر منه رئيسها التنفيذي لأن حرمان حلفاء الأمريكيين بقوله، والمقصود هنا ميليشيا قسد التي تعمل كحارسة لآبار النفط، ستكون نتيجته تحويل شمال شرق سوريا إلى حضن روسيا وإيران ونظام أسد. فهل تعمل إدارة بايدن للوصول لهذه النتيجة، خاصة أن كثيرين يعتبرون سياساتها وقراراتها خطوات متتابعة للتمايز عن سياسات ترامب السابقة بشتى الاهتمامات والمجالات؟ سؤال ربما على طاقم بايدن الذي كان ذاته تقريبا في عهد أوباما وخطوطه الحمراء التي تجاوزها بشار أسد بمجزرة كيماوي خلفت قرابة 1500 قتيل نتيجة استنشاق الغازات السامة. وللحديث أكثر ينضم إلينا الباحث في الشؤون الاقتصادية ياسر عيادة معنا من الكويت، كما ينضم إلينا أيضا علي تمي العضو في المجلس الوطني الكردي معنا من أورفا. مساء الخير وأهلا بكما. أستاذ ياسر، دعني أبدأ معك، ما هي الأسباب التي دعت إدارة بايدن أو دفعت بإدارة بايدن لرفع هذا الاستثناء المعطى لشركة استخراج النفط الأمريكية من شمال شرق سوريا؟
مساء الخير لك وليوش. عزيزتي أنا أعتقد الصوت مسموع. نعم بوضوح تفضل. أنا أعتقد أن الـ 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 أن الضغوط الأمريكية بالأساس هي تصفية حسابات داخل الإدارة الأمريكية. الشركة بحد ذاتها شركة حديثة في العام 2019، أقيمت من قبل سفراء وضباط سابقين في الإدارات الأمريكية السابقة، أعطيت بموجب ضغوط يعني نوع من الضغوط السياسية التي مارستها اللوبيات في قصد في الإدارة الأمريكية داخل البنتاغون، وأعطيت كنوع من الترضية في حينها. أنا باعتقادي أن التصفية عمل الشركة بحد ذاتها المنشأة في العام 2019 والتي دخلت سوريا أصلا يعني بموجب الإعفاء الأمريكي في عام 2020 هي شركة حديثة. هذه يعني أنا أعتقد أن ذلك أن يعني هذا الإعفاء يعيد الوضع الصحيح للإدارة الأمريكية للفكر السياسي للإدارة الأمريكية بشكل صحيح، لأنه لا يمكن أن تصرف مئات الملايين من الدولارات على مشاريع نفطية ليكون مصيرها الهواء وتكون معرضة يعني للأعمال العسكرية أو الأعمال الإرهابية من طرف من الأطراف. فبالتالي لا جدوى في الأساس من كانت ترضية هي من الإدارة الأمريكية السابقة لقوات قسد هذه الصفقة، وأغضبت الأتراك في حينها. ربما أقول المنتصر الآن الطرف التركي الذي أبدى كل الغيظ والانزعاج في حينها، بل وصل للتهديد في بعض الخبراء المحللين في بعض المحللين الأتراك إلى أن يشيروا إلى أن ما فائدة أو ما جدوى أن يكون هنالك مشاريع بملايين الدولارات الأمريكية وتأتي طائرة مسيرة لتنسف هذا المشروع أو ذلك أو تستهدف هذه المشاريع النفطية. أنا باعتقادي أنها ضربة لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تأمل على ترسيخ أقدام على ترسيخ قواعد الدولة بدخل يعني كان يخطط له إلى مبالغ كبيرة ربما مئات الملايين من الدولارات. كما هو معلوم الإنتاج كان مقرر له في البداية 6000 برميل باليوم بدخل 3 ملايين شهريا، المخطط له أن يصل الإنتاج إلى 380 ألف برميل. 380 ألف برميل تحتاج إلى بنى وتحتاج إلى خطوط نفطية تصل هذا المنتج إلى 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 التصدير. ربما يكون هنالك لابد من في كل الأحوال في حينها لابد من موافقة الأتراك لكي يتم تصديره، لأنه طيب هو سنأتي على هذه النقاط بالتفصيل أستاذ ياسر، ولكن دعني أرى مع الأستاذ علي أنه إذا كانت هي جائزة طردية أمريكية لميليشيا قسد، اليوم رفع هذا الإعفاء كيف سينعكس على ما يسمى الإدارة الذاتية وأيضا على ما يسمى ميليشيا قسد، وهي التي كانت قد تلقت تطمينات سابقة بأنه القوات الأمريكية المتواجدة في شمال شرق سوريا لن تنسحب من هناك على أقل تقدير في الوقت الراهن؟ شكرا لك ولضيوف قناة أورينت ولضيفك الكريم. أهلا فيك. أنا راح أبدأ من جملة قالها ضيفك الكريم أنه ضربة هي ضربة لقسد. نعم. طيب أنا أتساءل لماذا ضربة لقسد ومن أين جاءت هذه الضربة؟ تتذكرون جيدا قبل شهر ونصف أنا تحدثت على قناة أورينت مع ضيوفك أنه قسد بقيادة الحزب العمال الكردستاني يقومون بدعم النظام من خلال العملة الصعبة من خلال مطار قامشلي، أعتقد أنكم ومشاهدين أورينت يتذكرون هذا الموضوع. لكن يبدو الأمريكان يتابعون الموضوع عن كثب، يبدو الأمريكان أصبح لديهم قناعة تامة بأن القسد وتحت قيادة العمال الكردستاني
كل الموارد الذي يستفيدون من هذه الشركة، علما هذه الشركة تم تعليق عملها وليست إنهاء بالكامل. يبدو الأمريكان فتحوا التحقيق حول هذا الموضوع، يبدو توصلوا إلى قناعات بأن فعلا قصد عن طريق الحزب العمال الكردستاني يدعمون النظام بطريقة أو أخرى، وهذا خرق فادح لقانون القيصر. أستاذ علي، فقط للتوضيح، هل هي تحليلات أم معلومات؟ طبعا معلومات، تسريبات لدينا بس لم نتأكد منها، بس لكن أنا برأيي تشكل لدينا قناعة أو لدى كل الأهالي قناعة، وحتى الأمريكان أصبح لديهم قناعة أنه قصد تدعم النظام بعملة صعبة وتحمي عملة النظام من السقوط، وبالتالي يدعم هون عن طريق هذه الشركة أو عن طريق الأموال المقدمة من الأمريكان إلى القصد بهدف توزيع رواتب الموظفين لديها. طيب، تعليق عمل الشركة برأيك يا أستاذ علي، هل سيمنع قصد من دعم ميليشيا أسد؟ القصد لديها فوائد مالية كثيرة اليوم، من معابر، من الدعم الأمريكي العلني والغير المعلن، وخاصة رواتب الموظفين. هذه قصد تستغل هذه الأموال، 70-80% يستولي عليها حزب العمال الكردستاني ويأخذهم إلى قنديل، وبالتالي يستخدمهم ضد تركيا في إطار السلاح والهجوم العسكري. وفي يعني مثلا على سبيل المثال، تنزل اليوم أنا من مدينة كوباني، تنزل اليوم إلى مدينة كوباني ستجدين أن محطات الوقود متوقفة بشكل كامل، أسعار مرتفعة بشكل جنوني، كل الخدمات متوقفة. إذا قصد تحت قيادة حزب العمال الكردستاني تعمل بشكل ممنهج في هذه المنطقة، يحاولون استغلال الدعم الأمريكي لداعش واستغلال هذا الدعم لصالح حزب العمال الكردستاني في حربه مع تركيا. أنا برأيي الأمريكان وضعوا يدهم على الجرح، يجب بقناعتي الدعم لن يعود حتى يتفق المجلس الوطني الكردي مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وضمن هذا الشرط يجب أن يغادر كوادر حزب العمال الكردستاني من المناطق الكردية، وتكون هناك إدارة شاملة في شرق الفرات يتشارك فيه جميع العشائر العربية. وبعدها أنا برأيي ستوافق واشنطن أو سترفع تعليق عمل هذه الشركة، شركة دلتا طبعا. نعم. أستاذ ياسر، هل تتفق مع الأستاذ علي بالنقاط التي ذكرها؟ على كل، إذا بدنا نتكلم سياسة أم اقتصاد، من الناحية الاقتصادية لا يمكن، يعني أنا الآن يعني هو الموضوع لا يمكن فصله تماما، يعني هو يعني استخدام الاقتصاد في السياسة للضغط، وأيضا السياسة في الاقتصاد للضغط أيضا. نعم أكيد هذا، لكن من الناحية الاقتصادية مبدئيا دعينا نقول لا يمكن أن تضخي مئات الملايين من الدولارات إذا لم تكن بعيدة عن أهداف عسكرية وتحميها قوة عسكرية في مشاريع النفطية. المشاريع النفطية تتطلب الاستقرار وتتطلب دول لكي تحميها، لا تتطلب ميليشيات بأي حل من الأحوال. ربما يكون يعني كلام ضيفك في جانب منه صحيح، أو ما يعنيه أنه لا يمكن العملية يعني استمرار عملية الإنتاج أو بقائه بشكل مضمون بدون أن يكون هنالك استقرار سياسي، هذا كلام صحيح. لكن حتى في ظل توافق المجلس الوطني الكردي وغيره من الفئات الكردية، لا يمكن أن تستمر استثمارات يخطط لها إلى أن تكون بإنتاج 380 ألف برميل، وبالمفهوم النفطي 380 ألف برميل إنتاج ضخم يعتبر، يعني هذا مصدر دخل لدولة، لا يمكن أن توافق عليه تركيا بأي حال من الأحوال بدون أن يكون هذا ويقوض الأمن التركي بأي شكل من الأشكال. وربما يكون أحد النقاط الخلاف السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هذه النقطة، عملية الإنتاج الاقتصادي أو الاستثمار في المجال النفطي يثبت الكيان السياسي. عندما يكون هنالك طرف مثل قسد أو منظمة إرهابية تنتج 380 ألف، منظمة إرهابية حسب وصف الولايات المتحدة لها والناتو
لهذه المنظمة وتنجو 380 ألف برميل، لابد أيضا من أن تكون هنالك لها تمثيل سياسي يتم التفاوض معه. في كل الأحوال المشاريع النفطية بهذا الحجم ومنطقة المنطقة شمال المنطقة الشرقية والشمالية من سوريا منطقة غنية أكيد بالأبار النفطية، وهنالك يعني تجاذبات سياسية دولية. لا تقرها حول هذه التجاذبات السياسية الدولية. دعني أنتقل بالسؤال للأستاذ علي. أستاذ علي، هنالك من يرى أو يعني المسؤولين عن هذه الشركة بصريح العبارة قالوا أنه عدم تمديد إدارة بايدن لاستثناء هذه الشركة سيمكن نظام أسد وسيمكن الإيرانيين والروس من تلك المنطقة. نعم. ألو؟ نعم تفضل أستاذ علي. هل ترى بأنه نعم. فعلا يعني عدم تمديد هذا الاستثناء سيفسح المجال لميليشيا أسد وللإيرانيين وللروس للتحالف مع ميليشيا قسد، وهي التي يعني ميليشيا قسد لم تكن يوما غير حليفة لهم، يعني إذا كان بالسر أو بالعلن؟ هناك شقين لهذا، الشقين للإجابة على هذا السؤال. نعم تفضل. الشق الأول أنه نحن نعلم أنه في دول مثل دولة مثل أمريكا لديها قوانين ومحاكم. أنا برأيي واشنطن أوقفت عمل الشركة خوفا، لأنه هناك كثير من الحديث قيل وقال عن استغلال أموال هذه الشركة لصالح النظام والإيرانيين، وبالتالي تصبح تتحول هذا الموضوع إلى فضيحة قانونية، إلى فضيحة داخل الوسط الأمريكي أو إلى داخل السياسيين الأمريكيين. أنا برأيي تم استغلال هذه الأموال، أموال هذه الشركة لم تستثمر في حرب ضد داعش، تم استغلال قسم كبير منه لصالح حزب العمال الكردستاني في أجنداته الخارجية، وبالتالي هذا أنا برأيي هذا أكبر دافع جعل من واشنطن وقف أو تعليق عمل هذه الشركة. هناك موضوع آخر أريد أن أكشف لمتابعين أو لمشاهدين قناة أوريانت. تفضل. نتذكر منذ أسبوع كان هناك وفد أمريكي، وفدين، وفد برئاسة ماكنزي ووفد آخر أتى إلى شرق الفرات بقيادة جو هويدي. الوفد الأمريكي بحسب تسريباتنا وبحسب معلوماتنا صحيح عقد اللقاء معلن مع قيادة القسد. أبلغ قسد بجملة من الشروط الأمريكية لاستمرار حماية القسد والاستمرار بقاء الأمريكان في شرق الفرات. من بين هذه الشروط طلب الوفد الأمريكي من قسد أنه إخراج كوادر حزب العمال الكردستاني وإلا وإن دعم سيتوقف. هذا ظاهريا، لكن بحسب تسريباتنا الوفد الأمريكي عقد لقاء سريا غير معلن مع قيادات قنديل، مع قيادات قنديل في مدينة الرميلان. أنا برأيي عقد الأمريكان بلغوا القنديل شروط الأمريكية بشكل مباشر وليس عن طريق القسد وليس عن طريق مظلوم عبدي. بلغوهم بشكل مباشر إما أن تغادروا منطقة شرق الفرات وتتخلوا عن الهجمات والتحريض واعتقال الناس وتتركوا الناس وشأنهم، وإلا وإن الأمريكان ستفسح المجال لأتراك باجتياح أو بتدخل ما تبقى من المناطق الحدودية أو المناطق الكردية سميها ما شئت. إذن أنا برأيي هناك صفقة منذ الأسبوع، هناك موضوع معين حدث. نحن صحيح لا نملك تفاصيل كافية، لكن بحسب تسريباتنا أن الوفد الأمريكي صحيح بشكل معلن عقدوا جلسة ومظلوم عبدي أعلن عنه على تويتر مع الأمريكان مع جون هويدي، واللقاء السري الذي لم يعلن عنهم كان مع قيادات قنديل بشكل مباشر، والقيادات القنديل يجب أن تفهم أن تتخلى عن هذه الحرب، عن استغلال أكراد سوريا لأجنداتهم ضد التركية. طيب يعني ما هي الخيارات بحال لم يتخلوا قادات قنديل عن تلك المنطقة؟ لكي أفصح أكثر لمشاهدين قناة أورينت، جماعة القنديل، منظومة القنديل لن تتخلى عن المناطق الكردية لأنها قدمت من نظام الأسد على الطبق من الذهب لهذه المنظومة لاستخدام هذه المنطقة لاستخدامها كورقة ضغط ضد تركيا، بالتالي لفرض شروطها على الأتراك.
أنا برأيي قيادة القنديل لن تخرج من مناطق الكردية، لن تخرج من شرق الفرات، ولهذا السبب أمريكان توصلوا إلى القناعة بأن أوقفوا عمل الشركة ريثما يتم إيجاد حل شامل إخراج هؤلاء لكي لا تخرج فضيحة اقتصادية في أوساط بين الأوساط الأمريكية. التغطية على فساد حزب العمال الكردستاني في مناطق الكردية في سوريا في شرق الفرات له تبعات كبيرة على الأمريكان، لهذا السبب كان هناك وفدين واحد تلو الآخر أتوا إلى شرق الفرات وأبلغوا قنديل بشكل مباشر. أنا برأيي إذا لم تستطع قصد إخراج كوادر حزب العمال الكردستاني من شرق الفرات، بالتالي الأمريكان لديهم ورقة أقوى وهي إدخال كما فعلوا في رأس العين وعفرين وفي تل أبيض، سيمنحون ما تبقى من المناطق، سيقدمون على الطبق من الذهب لتركيا، وبالتالي سيعقدون اتفاقا معهم ويخرجون إلى العراق. هناك واضح أنه مشروع الأمريكي، أنا هناك نقطة مهمة أريد أن أشير إليه، حتى الآن أمريكان لم يعينوا مبعوث خاص إلى سوريا. لماذا؟ لأنهم لا يوجد لديهم حتى اللحظة مشروع خاص حول سوريا كلها بكامل سوريا وشرق الفرات على وجه التحديد. بالتالي أنا أقول قصد على مفترق الطرق، يجب أن تقبل الشروط الأمريكية، وإلا فإن تركيا ستدخل على ما تبقى من المناطق وعشائر العربية. هناك في مناطق العربية في مناطق شرق الفرات في عشائر العربية هناك غليان جماهيري ينتظرون. والله العظيم والله العظيم عندما يخرج الأمريكان 24 ساعة عشائر العربية والمناطق ستتمرد على القصد وسترميهم حجارة خلال 24 ساعة. يعني أنت ترى أستاذ علي أنه هذا القرار أو تعليق عمل هذه الشركة هو ظاهره اقتصادي ولكن باطنه رسائل لحزب العمال الكردستاني ولقادات قنديل المتواجدين والعاملين إلى جانب ميليشيا قسد في المنطقة؟ هلق لو سرب الخبر في أوساط الأمريكية أو للصحافة الأمريكية لسرب الخبر بأن الأمريكان يدعمون النظام السوري. طيب هناك قانون أمريكي يمنع الدول دعم النظام اقتصاديا. طيب كيف سيدعم الأمريكان أنفسهم هذا النظام؟ كيف سيدعمون؟ يقدمون الأموال العملة الصعبة للقسد، وقسد يمررها عن مطار قامشلي إلى النظام، وبالتالي أمريكان وجدوا نفسهم في مأزق، بالتالي أوقفوا عمل الشركة مباشرة. فلن يمدد، أنا برأيي الشخصي لن يمدد عمل هذه الشركة. لماذا؟ حتى يخرج حزب العمال الكردستاني، حتى يخرج يتم استغلال هذه الأموال لمحاربة داعش الإرهابي أو لدعم الأهالي. ما فائدة عمل الشركة في شرق الفرات ومدن الكردية محاصرة ولا يوجد فيها النفط ولا يوجد فيها مازوت بنزين، لا يوجد فيها خدمات، لا يوجد فيها بنية تحتية؟ يعني ما فائدة عمل هذه الشركة؟ إذن ما فائدة تحرير مثلا، يقولون الأمريكان يقولون نحن حررنا كوباني من داعش في 2015. طيب أنا بدوري ككردي سوري أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس باراك أوباما الذي أعلن انتصار ترامب الذي أعلن انتصار في 2017 الانتصار على داعش في بلدة باغوز بالريف الديرازور. طيب أنا ككردي سوري أتساءل ما فائدة هذا التحرير طالما هناك 250 ألف كردي من كوباني لازالوا مهجرين من أراضيهم؟ طيب ما فائدة هذا التحرير؟ ما فائدة التحرير؟ هناك صور موثقة لدي، هناك محطات الوقود، هناك مئات هناك كيلومترات الناس واقفة في دور لتعبئة سيارتهم بالبنزين والمازوت. طيب نعم. أنا ما فائدة ونتحدث عن المنطقة يعني التي يتواجد فيها الأمريكيين وميليشيا قسد والتي تعتبر يعني هي اليد المنفذة للسياسات الأمريكية في المنطقة. تفضل. يعني هذه صورة مصغرة، أنا تحدثت عن كوباني بنفس الوقت هذه صورة مصغرة لما يجري في رقة هناك نفس الصورة نفس العمل في ديرازور نفس الشيء. إذن الأمريكان لا يمكن لهم الانخراط بدعم القسد اقتصاديا، وبالتالي يتم تمرير هذه الأموال إلى النظام إلى الإيرانيين، وبالتالي تنكشف الفضيحة أمام رأي العام الأمريكي،
وتصبح حديث الساعة لدى الصحافة. واضحة النقطة أستاذ علي. أستاذ ياسر، اليوم على الصعيد الاقتصادي، من المستفيد من تعليق عمل هذه الشركة ومن المتضرر في تلك المناطق؟ المستفيد الأول حقيقة هي تركيا، والمتضرر الأكبر قسد. الموضوع يعني ليس يعني كما يعني استفاض به ضيفك، مع تقدير واحترامي لشخصي الكريم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما يريد أن يقول أن قسد لا تعرف الولايات المتحدة والولايات المتحدة، يعني قسد هي يعني أحد أوجه يعني القوة الأمريكية في المنطقة، أو وكما ذكر يعني عندما تخرج القوات الأمريكية القرى العربية والعشائر العربية يعني التي عانت الأمرين من قسد، وهذه الميليشيات سيكون لها دور. المسألة بكل اختصار أن الذي يجري أراه هو يعني عودة لمنطق السياسة الأمريكية المتوازنة، يعني ولكن هذه العودة البعض يراها غير متوازنة يا أستاذ ياسر، وهي تشبه سياسات أوباما في سوريا، وبالتالي يعني إطلاق حالة من التعويم وحالة من التراخي بالتعامل مع ميليشيات قسد وأيضا أسد والإيرانيين والروس في تلك المناطق. أبدا، شوف قسد كانت يعني قسد تخطط أولا يعني لكي لا نغوص كثيرا بقضية ارتباط قسد بالنظام السوري. قسد لها أهداف، وأهداف إقامة دولة وما إلى هنالك، وهي يعني تستخدم النظام السوري ل يعني كورقة، وهي يعني قادرة على ذلك في التفاوض مع النظام لإقامة هدف ومشروع أكبر هو إقامة دولة في شمال وشرق سوريا. طيب أستاذ ياسر، عذرا للمقاطعة، ولكن هنالك صوت طقطقة، أترك فرصة للزملاء للتعامل مع هذا الصوت وأعود لك. أستاذ علي، اليوم يعني إذا كان كما يرى الأستاذ ياسر أنه المستفيد الأكثر هي تركيا والمتضرر الأكبر ميليشيا قسد، كيف ستتعامل إيران وروسيا مع هذه يعني مع هذه التغييرات برأيك، وخصوصا أنه إيران وروسيا تسعى للحصول على مكاسب في سوريا، والنفط يعني يعتبر أحد هذه المكاسب؟ طبعا المتضرر الأكبر من هذا من تعليق عمل شركة دلتا هم القسد، طبعا لا شك هذا. أما الانتصار فمن المنتصر؟ المنتصر ليس تركيا لوحدها، المنتصر هي العدالة، هي العدالة، يعني هي عدالة. نحن كشعوب في شرق الأفراد لا نستفيد من هذه الشركة، لا نستفيد من أموال البترول أصلا، يعني من أين تذهب؟ يعني أنا كمواطن أتساءل أين يذهب أموال هذه الشركة، أموال البترول، أموال المعابر، أين يذهب؟ فأنا برأيي الموضوع متشابك جدا، موضوع معقد. الأمريكان توصلوا إلى قناعة تامة بأن القسد أصبح يحاول استغلال أموال هذه، أموال الشركة، أموال النفط لأجنداتها الخارجية، لكن لعلم قسد لن تضع جميع بيضاتها في سلة الأمريكان، لديها تجربة مريرة في رأس العين وطل الأبيض، وبالتالي يحاولون أن يكون خط مفتوحا مع الروس، وخاصة في عين عيس. هناك روس، الجيش الروسي والنظام يحمون قسد في عين عيس اليوم، في تل تمر، في كوباني. يعني عند خروج الأمريكان مغادرة الجيش الأمريكي في مدينة كوباني، هناك مئات من الناس توجهوا إلى قاعدة الأمريكية في قرية خرم عشق، رموهم بالحجارة وقال لماذا تركتونا ولماذا تخليتوا عنا لصالح الأتراك؟ قالوا نحن ليس لدينا معكم أي اتفاق سياسي، بالتالي أنتم تتحملون مسؤوليتكم، ونحن حربنا في سوريا فقط هي مع الداعش. وضحت النقطة. أعود لك أستاذ ياسر، أنت رأيت في بداية حديثك أنه اليوم ما يجري من تعليق عمل هذه الشركة هو خلاف بين الأحزاب الأمريكية الديمقراطي والجمهوري، وبالتالي كف بعض القرارات التي كانت قد وقعت في عهد ترامب اليوم لصالح الديمقراطيين في عهد بايدن، وأيضا ترى بأنه المستفيد الأكبر هو تركيا، كيف ستستفيد تركيا من تعليق عمل هذه الشركة؟
المستفيد الأكبر تستفيد سياسيا. تركيا تواجه ضغوطات كبيرة جدا في قضية إقامة الدولة على حدودها، وهذه الدولة ربما تمتد إلى أراضيها. عندما تبترين يعني منظمة بهذه القوة ولوبيات لها داخل الإدارات الغربية، وتوقف مشروع تمويل بمئات الملايين من الدولارات، إذن أنت أوقفت بناء دولة يعني، والدولة وأهم مقومات الدولة هو المال. وبالتالي يعني استطاعت يعني أقول ربما يعني الضغوط التركية التي تمارس في السر وليس في العلن، ربما الإدارة الأمريكية وجدت أنه ليس من المفيد أن تدخل في صراع مع تركيا، وتركيا وتعيد بعض التحالفات أو تعيد يعني وجهات النظر باتجاه سياستها مع تركيا. هي المستفيد تركيا عندما يعني تستطيع أن تقسم ظهر قسد يعني اقتصاديا، فهي المستفيد أكيد. وبالتالي بالنسبة لروسيا، هل ستسعى لاستثمار هذه القرارات؟ روسيا حتما ستسعى، ويعني وروسيا تمتلك خبرات نفطية جيدة في موضوع إرميلان، ويعني في الجزيرة بالأساس الإنتاج هو يعني بخبرات روسية ومساعدات روسية. روسيا ايضا لديها خطوط مع خليني يعني لكي لا اقول مع قسد، مع كل المنظمات الكرديه ومع كل الاحزاب الكرديه، والاحزاب الكرديه تحتفظ بنوع من الود مع يعني مع روسيا من خلال يعني تحركاتها. روسيا ستبقى اكيد يعني مستفيده ايضا من هذا القرار، لكن ليس الاستفاده، لان مشروعها مرتبط مع النظام، يعني هنالك فرق بين وضحت يعني هذه النقاط. استاذ ياسر، ايضا سالنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رايهم بهذا الموضوع، انه كيف ترى عدم تبديد اداره الرئيس الامريكي جو بايدن لاستثناء شركه النفط الامريكيه الوحيده العامله في شمال شرق سوريا من العقوبات. الاجابات كانت ترى بنسبه 21% هو قرار اقتصادي فقط، وهو ضمن خطوات القطيعة مع سياسات ترامب السابقة. بنسبة 79% ترى بأنه قرار محوري يرسم توجه سياسي وعسكري جديد لأمريكا في سوريا. أستاذ علي، أترك لك التعليق على الاستطلاع وما جاء فيه. هذا يثبت صحة ما قلته، هو قرار سياسي بامتياز، قرار سياسي ليس قرار متعلق فقط بجانب المادي أو بجانب الدعوة، قرار سياسي. قلت ذكرت أن الوفد الأمريكي التقى مع مظلوم عبدي، ومع من المحتمل أنه التقى مع وفد من قيادة القنديل، وجهوا لهم كلام محدد يجب أن تنفذه قنديل مباشرة، أو أن الأمريكان ستتخلى ما تبقى من المناطق لصالح الأتراك، وبالتالي قصد تتحمل مسؤولية تصرفاتها وسلوكها في المنطقة. شكرا جزيلا لك علي تمي، العضو في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من أورفا. أشكر أيضا السيد ياسر عيادي، البحث في الشؤون الاقتصادية، كان معنا من الكويت. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود ألقاكم غدا بإذن الله.